العملية الانتخابية متواصلة. نطق رسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليل المنصري يقول بأنه باش يتم الإعلان رسميا على النتائج الأولية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية سواء بشكل مباشر أو عن طريق القرعة المخصصة لذوي الإعاقة على مستوى المعتمديات في كامل البلاد في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر الحالي. يؤكد أنه من المرجح تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هو الغرفة الثانية البرلمانية في نهاية شهر مارس المقبل أو مطلع أفريل القادم بعد استكمال مسار الانتخابات وانتهاء مرحلة الطعون والإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس المحلية، وبعد الانتهاء من اختيار أعضاء المجلس الجهوية وأعضاء مجلس الأقاليم، وبعد ما يتم هذايا الكل بطبيعة الحال نمشيو لتركيز المجالس الجهوية. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية أعلن اليوم بأنه شرع في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالدور الأول لانتخابات المجلس المحلية، وذلك بقاعة العمليات المعدة للغرض، وقد تم اعتماد 547 ملاحظ موزعين بين 44 منسق جهوي و503 ملاحظين ميدانيين منتشرين في الدوائر الانتخابية. وأبرز المرصد أنه بداية عملية الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية تمت في ظروف عادية وسلسة مع تسجيل تأخير طفيف في افتتاح بعض المراكز، أشار إلى ضعف في تكوين بعض أعوان الهيئة وعدم تواصلهم مع ملاحظي المجتمع المدني. أيضا أرصد نسب إقبال ضعيفة جدا في كافة مراكز الاقتراع إلى حدود الساعة 10:30 صباحا، بالإضافة لتعطل جزء للتطبيق المعتمدة لرفع نسب الإقبال. لاحظ أيضا تسجيل خرق صمت الانتخابي في عدة مراكز اقتراع كما حي العمال جرزونة ولاية بنزرت، مركز عين بطوم ناظور، مركز الاقتراع الحبيب بورقيبة بيجة، مركز الاقتراع شارع الجمهورية رادس، بقطفة واحد جرزونة ولاية بنزرت. قال إنه فما تأثير في إرادة الناخبين في مدرسة عين بطوم الناظور أين لوحظ تجمع مجموعة من الأشخاص بجانب المركز والتأثير على إرادة الناخبين. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أكد في نقطة إعلامية اليوم أنه عدد المقترعين إلى حدود الساعة 3:00 مساء بلغ 697,755، يعني حوالي 700,000، وهو ما يمثل نسبة 7.68% من عدد المسجلين اللي يبلغ عددهم 9,080,987 ناخب. عضو هيئة الانتخابات بالقسم العيشي أكد أن المجلس المحلية يقتصر دورها على لعب دور تشريعي في المجال التنموي دون سواه من المجالات، ونفى أن تكون المجلس المحلية المنتخبة بديل عن المعتمدين، وبين أن المعتمدين مش يحتفظوا بوظيفتهم كمسؤولين في جهاز الدولة يخضعوا لإشراف وزارة الداخلية، في حين يسند الدور التشريعي في المجال التنموي للمجالس المحلية. أما دور الإرادة فيكون إسناد التسهيلات وتوفير المقرات للمجالس المحلية، وأكد أنه الدور الأول يعني تتسم بميزات أهم هي إعادة تركيز المجالس المحلية عبر الانتخاب على الأفراد. رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمنوبة أحمد دويك يقول بأنه تم تسجيل إبلاغات عن قيام مترشحين بنقل منظم للناخبين في 3 معتمديات وهي تبربة، المرنقية، دوار هيشر. قال إنه أعوان المراقبة بصدد التحري منها والتأكد قبل تحرير مخالفات في الغرض، وقال بأنه العملية الانتخابية تشهد ارتفاع تدريجي في نسق إقبال الناخبين. الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التلي المنصري يقول بأن الهيئة لن تتردد في الإلغاء الكلي أو الجزئي للأصوات في حال تسجيل مخالفات من شأنها أنها تأثر في المسار الانتخابي، وذكر أنه لم يتم تسجيل مخالفات تخطيرة إلى حدود الآن، معناه إلى حدود ظهر اليوم، وذكر بأنه تم رصد بعض المخالفات البسيطة
في فترة الحملة الانتخابية في حدود يعني 120 مخالفة عموما حسب تعبيره. في بعض الأخبار العالمية، أسفر انفجار وقع اليوم الأحد في مصنع لمعالجة النيكل تمول الصين في شرق إندونيسيا، أسفر عن مقتل 12 شخص وإصابة 39 أخرين بجروح. أفاد الناطق باسم المنطقة الصناعية وين يوجد المصنع هذا بأنه الحادث وقع في مصنع لشركة بي تي إندونيسيا في مجمع صناعي على جزيرة، ووضح أنه العدد الحالي للضحايا هو 51 شخص، هما 12 شخص قتلوا في الحادث و39 أصيبوا بجروح تتراوح بين طفيفة وخطيرة، يتلقوا العلاج الطبي حاليا. وأشار إلى أنه القتلى هما 7 عمال إندونيسيين وخمسة أجانب من دون أنه يحدد الجنسية متاح. التحقيقات الأولية تشير إلى أنه الانفجار وقع خلال أعمال تصليح سايرة، واندلعت النيران في سائل سريع الاشتعال وامتدت إلى خزانات أكسجين. استنفار أمني كبير بعد مؤشرات عن هجوم مخطط له، هذا في ألمانيا. عززت الشرطة الألمانية في مدينة كولونيا الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة المسيحية بعد ما تلقت السلطات مؤشرات على أنه بعد مؤشرات على هجوم مخطط له ليلة رأس السنة يستهدف كاتدرائية كولونيا. وكالة الأنباء الألمانية قالت أنه معلومات تشير إلى أنه كنيسة في فيينا هي هدف محتمل، وذكرت شرطة كولونيا وفيينا في وقت سابق من مساء أمس أنهم هما يعزوا التدابير الأمنية تحسبا لخطر محتمل. وأشارت الوكالة إلى أنه التهديدات قد تكون مرتبطة بجماعة يطلق عليها اسم تنظيم الدولة الإسلامية ولاية خراسان. وقالت صحيفة بيلد الألمانية إن وحدات خاصة ألقت القبض على عدة أشخاص في فيينا، كما تم إلقاء القبض على شخص آخر في ألمانيا. ونقلت الصحيفة في وقت سابق إنه السلطات الأمنية في النمسا وألمانيا وإسبانيا تلقت مؤشرات على إنه جماعة تريد تنفيذ هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. ووضحت الشرطة في كولونيا إنه أجهزة أمن الدولة اللي تستدعي عادة في الجرائم اللي عندها دوافع سياسية بدأت التحقيقات، وأكدت الشرطة إنه الإجراءات الأمنية المشددة ستطال أي شخص يزور كاتدرائية كولونيا في الأيام المقبلة سواء بغرض السياحة أو العبادة.